صباح الفل والسلام واحد امين تحل علينا نعمته وتدوم فينا بركته الان وكل اوان الى بعد الدور كلها امين. الكلمه الاخيره في المؤتمر انا بشكر ربنا وبشكر ابونا ان انتوا حتملتوني وانا ناخد بركه وما تشوفوش واحد. الموضوع ده قريب قوي لقلبي من سنين طويلة، لأنه سمعت عظة سيدنا البابا شنودة 1975، والعظة دي موجودة أونلاين لو حد فيكم دور عليها، بتاعت اسمها رابح النفوس الحكيمة. وطبعا أنا ما كنتش 1975 عايز أقول شنو هو سمعت لك كم سنة؟ لا كنت موجود 75 بس فيو مانز أولد. سمعتها طبعا متأخر يعني، بس من العظات اللي الواحد يسمعها وتسمعين كمان البابا شنودة تحس ان كيانك اتقلب، يعني قلب لك دماغك. انت كنت ماشي في حاجه، هو بدا يتكلم في حاجه وغير لك كل اتجاهك في تفكيرك. فالموضوع بتاع النجاح، عشان انجح في علاقاتي وي كان جو بقى في from the business perspective، ازاي تظبط الناس وازاي تعمل ريليشن شيبس وازاي تعمل نتوركينج وازاي تعمل معرفش ايه، لكن انا بتهيألي كل ده ملوش لازمه لان الوصيه دي واضحه قوي، رابح النفوس حكيم. بس هو في حد ما سمعش الايه دي قبل كده؟ سفر الأمثال اصحاح 11. يعني ايه او رابح لمين؟ للرب يسوع. رابح لربنا مش ليا. ودي كي، ودي النقطة الفارقة دي اللي بكل انا على طول رابح النفوس حكيم. طب خليك نايس، خليك حكيم، صرت لليهودي كيهودي لكي اربح اليهودي، صرت للذي بلا ناموس كأني بلا ناموس مع انه لست بلا ناموس لكي اربح الذين بلا ناموس. لكن هربحه لمين؟ هربحه ليا؟ يبقى انا معايا صداقة او معايا اصحاب او معايا علاقة كويسة مع الناس اللي حواليا، ده حاجة كويسة، بس مش ده الهدف. الهدف ان انا اربحه لمين؟ للمسيح. طب لو انا، وعلى فكرة قليل قوي قوي في علاقاتنا احنا بنبقى فارق معانا ان احنا نربح الناس لربنا، قليل قوي في علاقاتنا ان احنا كل دول ولاد خالتي ودول مش عارف ايه ودول جيراني ودول اصحابي ودول متربيين مع بعض ودول نعرفكم معرفش منين it's a nice relationship we're having fun. لكن هل احنا بننفذ وصية رابح النفوس حكيم؟ هل احنا مشغولين ان الواحد يربح النفس بتاعت الناس، نفوس الناس لحساب المسيح مش ليا؟ اول واحد ربح النفوس هو المسيح له المجد، لان كل خطة الخلاص جاية من اجل ان هو ايه؟ النفس البشرية. بس السماء والأرض تزولان أما إيه؟ حرف من كلامي لا إيه؟ لا يزول. إيه تاني مش هيزول؟ يعني النفس البشرية. البداية موفقة جدا. اللي مش النفس البشرية مش هتزول، يعني السماء والأرض هتروح، كل حاجة مش هتبقى موجودة والنفس البشرية مش هتزول. احنا جسد ونفس، احنا الروح هي اللي تبقى، ده باقي. بص لا هي بتضمن كل المشاعر لا قصدي النفس البشرية. يعني لما الكتاب المقدس بيجي كلمة نفس وروح interchangeably بيجوا بنفس ال يقول لك لسه نفسه فيه ويقول لك لسه روحه فيه. مش نفس الانسان، نفس الانسان دمه، نفس الانسان دمه، نفس الانسان فيه دم او نفس الحيوان فيه دم. اوكي المثلث ثاني ده الجسد، ده الجسد وده النفس وده الروح. اوكي
اوكي سوري في الكلمه، الحيوانات عندهم ايه؟ عندهم نفس وجسد، ما عندهمش روح، ما عندهمش روح ربنا، ما عندهمش الروح البشريه او روح الخالده زي ما هنا قال. لكن طب الروح دي الخالده دي اللي نسمه من روح ربنا، ودي اللي احنا اخذناها في خلقه رفا، فنفخ الرب في ادم نفسا حيه. الفرق بين الحيوان ده ايه؟ مين اللي الروح بس؟ الروح بس الملائكه. طب وايه؟ طب والانسان نفس وروح وجسد صح؟ اللي يفرق عن الحيوانات ايه؟ مع احترام الحيوان ان عيشتم حسب الجسد، ده انجيل النهارده بولس النهارده، ان عيشتم حسب الجسد فستموتون، وان كنتم بالروح، بس مش جاي الروح ده الابر كيس، الروح القدس الانجليش، لما تيجي الروح ومش عارفين قصده على الروح البشريه ولا الروح القدس ارجع للانجليش. لو جايه اس صغيره سمول اس، زي لما تيجي كابيتال اس، لو كابيتال اس يبقى الهول سبيريت، لو اس صغيره فجاي في روميا 8 if you live according to the flesh you shall die and if you through the spirit upper case you shall live. فدي تقسيمه النفس والروح والجسد. لكن لما نقول the human soul، النفس البشريه كلها، الكيان يعني البشري، النفس لما تفارق، سواء بقى اللي فارق احنا هنسميه اللي فارق الجسد هو الروح او النفس البشريه، او ان هما بيجوا في كتاب مقدس interchangeably، بس في الاخر the soul of the human being will never perish. We will all live forever somewhere. We will all live forever somewhere. Somewhere ده معتمد على ايه؟ معتمد على حاجات كتير اوي. لو على مستوى التعريف ده، النفس دي فيها مشاعر intentions desires motives والfeelings intention و desires و motives و feelings. دي النفس بشيء. عشان كده مثلا تلاقي الولد، لو عندكم pet وجالكم ولد وبيبي صغير، لو pet ايه؟ بيغير لان نفسه فيها desires وفيها مشاعر، وفي دي النفس اللي موجوده عند اللي زي احنا عندنا وعند الحيوانات كذلك. لكن اللي يفرقنا عن الحيوانات ان احنا نسلك ايه؟ الروح. يفرقنا عن الحيوانات احنا نسلك بالروح. عشان كده علاقتنا مع ربنا اذا كي تفرقنا عن اي حاجه تانية. رابح النفوس حكيم، اللي انا قصدي اقوله انه الفاليو بتاعت النفس البشرية في عينين ربنا أغلى من السماء والأرض وكل الخليقة، إن كل ده إيه؟ هيروح، لكن النفس البشرية مش هتروح. الحتة دي مهمة قوي، عشان كده رابح النفوس حكيم، لأنه كتير قوي 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 يقول لك إيه؟ لا أصل أنا كلمتها وما ردتش علي، خلاص احنا مش روحنا لهم وما ابتسمتش واحنا داخلين مش هنخش لهم بيت. دي فريندم على الفيسبوك، بلوك دم على التليفون، اقطع كل علاقاتك، ما تكلمهمش، ما عمالين بنشطر ايه؟ اكننا سوري يعني عارفين الجانجز لما يفضلوا اللي بيشرح في ده واللي بيضرب في ده واللي بيموت في ده، نعملها كده على بس على مستوى العلاقات، لانه او نعملها كده على مستوى النفس نفسيا، انه عمالين بنخسر في ناس بنخسر في ناس بنخسر في ناس على المستوى الشخصي، لانه انا مركز قوي على ان انا اكسبهم ليه، ما هم انا كلمتهم هم ما ردوش خلاص خلصت كده دول بره، دول في البلاك ليست. الحته دي مهمه قوي. في بلاك ليست وفي جراي ليست وفي وايت ليست.
اوكي انتوا معايا؟ الوايت ليست دول الناس بقى ايه اللي بتحبهم قوي وفرحان بيهم قوي ولو كلموك يطلبوا عينيا، بس انت تطلب عينيا انكل فلان وطنط والناس القريبين مني. الجري ليست يكلمك في التليفون فويس ميل، فويس ميل تبص على الفويس ميل بعد يومين تبعت مسج ام سوري اي مسد الكول. الا لو انت مشغول قوي، لو انت مشغول قوي ده موضوع تاني. تشوفهم في جادرينج ولا في الكنيسه ايه اللي يبقى اللي في الوايت ليست احضن وبوس وبتعبطوا بعض. الجري ليست اهلا وحشتيني. لا البلاك ده لا ده مش بلاك، لا لا البلاك ده انا مفيش تعامل، ده انا عملت له ديفرنت بلوك، ده مش ما تورينيش وشك لو بيروحوا الكنيسه دي انا مش رايحها، انا رايح كنيسه ثانيه. البلاك دول ده بلاك. المشكله بتحصل فين؟ في ناس ما عندهاش جيه، ده موضوع تاني مش هخش فيه دلوقتي. المشكله ان لو انا عندي 100، لو انا عندي 100 شخص بتعامل معاهم، هفترض ان ال 100 دول بقوا في الوايت ليست، اديهم ايه؟ كام اسبوع؟ اوريدي شويه في البلاك، دول نطوا بتاع 10، هم لسه ما قلناش حاجه، دول مش هنتعامل معاهم. وبقى هنا 90، لا ده تو ماتش، خلي 10 في الوايت ومعانا كده كام؟ 80. دول بقى ايه؟ يا اما هقلبهم يمين يا اما ايه هقلبهم شويه لغايه لما نشوف الحكايه هتمشي ازاي. وتلاقي انه الليسته بتاعت الناس اللي بتموف من الوايت ليست للجري ليست للبلاك ليست عماله ايه؟ بتزيد، لان الزيت ايه؟ بيزيد بينقص، لانه المؤشر. بصوا ربنا حاطط لنا ناس في حياتنا، مش كل الناس ايزي تو ديل وذ، مش كل الناس بيس اوف كيك، لكن في ناس ربنا حاططهم من اجل ان انا اعرف يو نو وات. انا عارفين لما العربيه تبقى ماشي بالعربيه وبعدين تبدا تنور الزيت عمال بينور اصفر، ده الارم تعمل ايه؟ العربيه محتاجه تغيير زيت او اللون اليالو بتاع الجاز. انا محتاج اخد اكشن، there is action needed. اول ما ابدا الواعي اول ما يبدا الوايت ليست دي، اول ما تبدا الوايت ليست من 100 تبقى 99، واحد بس ينط في الجري ليست يبدا يعمل ايه؟ براي ليست. This is serious. ان لو انا عمال اخسر في الناس ده انت بتخسر في اهم العلاقات. عشان كده حته لو ما طلعتوش حاجه من المؤتمر، اهم حاجه علاقتنا مع ربنا، وبعد كده علاقتك مع your spouse، وبعد كده علاقتك مع ولادك، وبعد كده علاقتك مع الاخر. This is much more valuable. ده في ناس بيتخانقوا مع بعض على سواء مصر او هنا في كل حته على فلوس، حاجات ملهاش قيمه. مره اجتمعنا في الكنيسه، كانت غلطه يعني، انا اب اعترافي قال لي الامور الماديه ما تخشش فيها، وكان الوضع ملكلك وناس. المهم دخلنا في مشكله وقالوا ايه نجتمع في الكنيسه، كان حد اختلف مع حد في مبلغ. الناس اللي كانوا قاعدين كل واحد بقى جاب ناس، والناس اللي كانوا قاعدين امام ربنا كل واحد فيهم يعملوا مثلا في ساعته يعني في الشغل، ناس بروفيشنال، ناس بي كان الناس اللي قاعدين تساعد، في اتنين بيتخانقوا على حاجه وجبنا مثلا 3-4 ناس وفي كهنه قاعدين وده ايه قاعدين بنحاول نحل المشكله. اللي احنا وصلنا له انه القصه مش قصه فلوس،
قصة قصة عد قصة I'm getting back to you. انت عملت كده فانا هوريك. قصة ما لهاش علاقة بالفلوس. انه في حد من اللي قاعدين قال يا جماعة انتوا دي فلوس يعني هو كانش مصدق ان احنا قاعدين عشان المبلغ ده. قال طيب انتوا ايه المشكلة؟ طب ممكن انا اتصرف احل المشكلة دي؟ قالوا له لا. طب احنا قاعدين ليه؟ ونخسر ناس من اجل فلوس. والاخ يخسر اخوه من اجل فلوس. والاخت تخسر حد من عائلتها من اجل فلوس. النفوس اغلى من الفلوس. النفوس اغلى من الفلوس بكتير. لان الفلوس هتروح وهتيجي ملهاش قيمه. لكن النفس البشريه ده مفيش اغلى منها في عينين ربنا. اول ما تبدا تحس ان في ناس نقطوا من الوايت ليست هنا بقى ايه السنسيتيفيتي الروحيه بتاعت الانسان. ان انا ابقى حاسس بنفسي ايه ده فلان ده انا بدات ايه يعني كده لما احس باحساس مش حلو لما اشوفهم. ليه انا ليه حاسس كده؟ ده يمكن عملوا في موقف. طب الاخطا اليك اخوك ايه؟ فاذهب وعاتبه. ان ايه؟ ان استجب فقد ايه؟ ربحته لمين؟ ربحته لمين؟ مش ليك، ربحته لحساب ربنا. هو اخطا اليك فانت رايح عشان ما يستمرش في الغلط وما تكونش فيه عدم محبه بينكم. فقد ربحته. طب لو استجاب خلاص قد ربحته، ولو ما استجابش تروح ايه؟ مع اتنين او ثلاثه على نوع على فم شاهدين او ثلاثه تكون الشهاده. او ما قبلش روح بالكنيسه، ما قبلش فليكن عندك الايه؟ كالوثني اول عشر تعمل فيهم ايه؟ عشان ايه؟ عشان تربحهم. انا اقول لك ايه؟ ما هو مش قال على قدر طاقتكم سلموا جميع الناس انا جبت اخري. انت جايب اخرك من الاول. بس انت جايب اخرك ليه؟ ليه؟ حتى رب واحد يقول مش ما في زيت. انت جايب اخرك عشان ما في زيت. انا اشي جدعوك اللي اي حد عاوز يشحن. صدقوني انا حتى على المستوى الشخصي لما الواحد يبدا ايه حاجه ما كانتش بتزعله تبدا تزعله. انا اعرف ان في حاجه غلط. انا شكلي انا محتاج اروح الدير، انا محتاج اشحن، انا محتاج حاجه. انه ما كنتش بزعل على الموضوع ده قبل كده. طب ايه اللي مزعلني؟ ليه الزيت قل؟ فاحنا لازم نبقى سيلف اوير بالحته دي. الزيت قل لان علاقتي مع ربنا قلت. ارجوكم لما تبدا ناس تحس ان هم مش لسه هيطلعوا من الوايت ليست ويروحوا جري ليست، لما تبدا يعني كده ابدا اعمل ايه؟ البراير ليست. وهنا بقى دي ليست الصلاه للناس اللي انا يعني اللي في الجري ليست. وطبعا لو انا بعمل كده مفيش حد هيبقى في البلاك ليست ان انا بلحقهم اول باول. لكن لو انا ودي محتاجه قاعده مع النفس الواحد فعلا يكون امام ربنا امين. طب الناس اللي ربنا اتمني عليهم سواء اولاد سواء زوجه سواء زوج سواء العيله سواء الناس الاصحاب، طيب الناس دي فين؟ هل انا فارق معاهم في حياتهم؟ هل احنا على علاقه كويسه؟ وهدفي ان انا اربح النفوس مش ليا، لربنا. المسيح كان اكتر واحد ربح نفوس لان كل واحد اتعامل مع المسيح. جيبوا لي واحد في الكتاب المقدس اتعامل مع المسيح شخصيا وما اتغيرش الا الاشرار، الا يهوذا وشويه من الناس اللي كانوا ايه؟ كانوا ماشيين ايه؟ كانوا ماشيين بدماغهم. لكن كل انسان اتعامل مع المسيح اتغير. حتى المسيح في دعوته لبطرس قال له ايه؟ اتبعني فتصير ايه؟
صياد للناس انه والخادم الشاطر هو اللي يصطاد الخدام. اقول لكم على قصه حصلت. تعرفوا الدكتور راغب عبد النور؟ حد سمع عنه؟ يعني قام عالي قوي في الكنيسه. ده كان البابا شنوده بيتنز عليه. احنا يعني انا شرفت ان انا ابقى في الكنيسه بتاعته، شفته يعني فيو تايمز. فدكتور راغب عبد النور كان في معزوم يعني في كنيسه من الكنائس، وبعدين ادى كلمه وقال شاب واقف في اخر الكنيسه مش عارف مين، فسلم عليه واداله حضن وقال له ازيك، انت مين، انت عامل ايه، انت ليه ما بتخدمش؟ قال له انا ماليش في الخدمه قوي، ويعني قال له لا انزل عدد خدام واخدم، وبعدين رتب ان هو يتاكد ان الشخص ده ينزل ويعمل ياخد عدد خدام ويبدا خدمه. وطلع ده سامي كامل اللي بقى ابونا بشوي كامل المتنيح. شوف الصياد في كان برضو ابونا ميخائيل ابراهيم المتنيح اللي عندنا، يعني في كاهن دلوقتي مرسوم، شخص حلو جدا جدا وخادم جميل جدا، بس هو كان كل تركيزه في الايام الجامعه مذاكره 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 مذاكره، وكان شاطر قوي. فاستاذ نبيل ده قبل ما يبقى ابونا قال له فلان عدد خدام، قال له انا ماليش، قال له عدد خدام، قال له انا استمش، قال له عدد خدام، مفيش ما بيتنفق ما يتفهمش معاه، ويفولو اب ويتكلموا في التليفون ويكلم بتوع عدد خدام، جه ما جه بقى كاهن من احسن الكهنه اللي موجودين دلوقتي. مش هدفه يربح الناس ليه؟ مش هدفه ان انا اربح الناس عشان الناس تحبني، هدفه ان يربح الناس لان الناس تيجي ورا المسيح. اول طريقه تربح بيها النفس هي المحبه، لان لو الانسان ما فيش بينك وبينه علاقه قويه، ولا هيقبل منك كلام ولا هيسمع، ولا انت هتبقى فارق معاه ومش عاوز ولا يسمع حاجه ولا يعمل حاجه. للاسف لو كرهت انسان انت خسرته، مش ممكن تبقى ربنا يستخدمك خلاص نفس الانسان ده وانت ايه، وانت كاره، انه مش ممكن هيجي ربنا من خلالك. فدي حتى دي مهمه قوي، ازاي الانسان احنا ازاي ننجح في علاقتنا مع ربنا، ننجح في علاقتنا مع الناس، ان يبقى خلاص نفسي انا فارق معايا وخلاص نفس الناس فارق معايا، عشان كده ابقى رابح النفوس حكيم. لان بولس الرسول قال ايه؟ قد خسرت كل الاشياء وانا احسبها ايه؟ كفايه لكي ايه؟ اربح المسيح. في امجد مشي صح؟ كرم هو مفيش الكرم ده. امجد مشي رايح البرتا، امجد رايح البرتا، بيقول لي السكه 11 ساعه بنصلي له يوصل بالسلامه، عشان هو رايح السكه دي قبل كده، رايح جاي مشي فيها. فلو سالته طب انت ايه بتروحها منين وتاخد فري واي ايه وتعمل ايه، اقول له اتعلم ورا ده انا حافظها صد، تعمل كذا وتمشي كذا. لكن هو لو عمره ما مشي في السكه دي هيعرف يرشدني اللي اقول لي تروح تعمل جي بي اس وجوجل هيساعدوني. لكن عشان واحد مشي في السكه يقدر يقود حد تاني ما مشيش في السكه. عشان كده ان انا اربح المسيح واحسب كل حاجه كفايه من اجل معرفه، من اجل ان انا اربح المسيح لسه ذكي، ان انا لو انا ماشي في سكه ربنا فهيبقى مشغول ازاي ان انا اثر في الناس اللي حواليا. هقول لكم على مثلا فكره من الافكار. احنا كنا في بلد من البلاد، وبعدين ايه نتجمع ناكل نقعد ننم على الناس، وبعدين نحلل، وبعدين ننم على الناس تاني، وبعدين ممكن نتفرج لنا على موفي ولا حاجه، وبعدين ايه خلصت القعده. For how long? For weeks after weeks after weeks. وجي واحد قال يا جماعه احنا القعده دي واقفه علينا ايه؟ خساره. ليترلي خساره. احنا ما بنعملش حاجه لربنا. طب ما احنا كده كده متجمعين، وكده كده احنا اصحاب، وكده كده احنا قاعدين مقضيين وقت حلو.
طب ما نعمل بايبل ستادي. كان حد جاب كتاب ابونا تدرس يعقوب من مصر، سفر الرؤيا، قالوا نبدا بسفر الرؤيا، قالوا خلاص دخلوا في العميق. وتحولت المجموعه دي من مجموعه قاعده يعني عارفين فرعون قال للشعب لما كانوا موسى قال له طلعهم وقال لهم لا مش هيطلعوا، قال لهم طلعهم مش هيطلعوا، قال لهم ايه لا ده نزود عليهم ايه الشغل وضاعف الشغل، وكنا بنديهم تبني مش بنديهم تبني وتطلب منهم نفس اللغة. في الاخر فرعون بيقول كلمة دي اللي انا جاي لها، بيقول لهم ايه متكاسلون انتم متكاسلون، كان قاعد على الكرسي متكاسلون انتم متكاسلون. احنا ساعات بنبقى كده في كل تعاملاتنا. الفكره دي حولت مجموعه ما كانوش بيعملوا حاجه غلط ولا بي في شويه نميمه وشويه حاجات ما لهاش لازمه بتتعمل، لكن اتعملت اتنقل المجموعه دي اتنقلت من ان احنا قاعدين ما بنعملش حاجه او قاعدين بنجوي اور تايم لمجموعه بنربح نفوس لربنا بحساب ربنا. فاول حاجه عشان نربح النفوس وننجح في علاقاتنا مع الناس، حب. لان المحبه قويه ايه كالموت، مفيش حاجه تقدر تقف قدام المحبه. طب لو واحد مش طايقه هتحبه ازاي؟ انا واحد مش طايقه اوريدي في بلاك ليست، حطه في البلاي ليست. ده ذكي انه انتوا تعرفوا ايه لو في حد انت مش طايقه خالص وتبدا تصلي له بامانه وتكتب اسمه على المسبح او تكتب اسمها على المسبح وتطلب من ربنا فعلا انه يتدخل ويديك اتليست سلام من جوه، ممكن الشخص ما يغيرش، مفيش اي حاجه اتغيرت، لكن انت قلبك واسع، مشاعر تتبع السلوك، المشاعر تتبع السلوك، صح. القلب واسع، لانه حتى بولس الرسول بيقول لهم انتم متضايقين ايه في انفسكم، انتوا قلبكم ضيق، انتوا اللي مش قادرين تحتملوا، انتوا اللي مش قادرين تحبوا. مش ممكن واحد احنا ربنا هيستخدمنا في خلاص نفسه وهو مفيش بيننا وبينهم علاقه محبه، لانه العلاقه الايموشنال بانك اكاونت يعلى فيبدا ايه يسمع، لكن لو مفيش ايموشنال بانك اكاونت والدنيا بالماينس انت هتيجي توعظني، انت بعد اللي عملته فيا. فاول حاجه في العلاقه الناجحه عشان تاثر في ناس وتنجح في علاقاتك معاهم، حب الكل بلا حدود، لانه لو قعدنا نحب ولو المحبه قلت اعرف ان ايه الزيت قل، لو الليست عماله بتمور من وايت لجراي لبلاك اعرف ان الزيت قل. وهو دي ليه ربنا قال حب قريبك تحب رب الهك من كل قلبك وكل نفسك وكل قدرتك وكل فكرك، وبعد كده ايه تحب قريبك كنفسك. دي اللي تشيك مارك، ما دي انا مش شايف ربنا، بس انا ايه عشان هقيس محبتي لربنا من خلال محبتي ايه للاخر. افتكروا كده انه لو في حد فينا كره حد، مستحيل يكون انا وانا كرهت فلان، مستحيل ان انا هكون سبب في خلاصه. وبعدين ان عارفين الايه بتاعت لو حد بيبغض اخيه يبقى ايه قاتل نفس، لان الذي يبغض اخاه فهو قاتل نفس، لانه قتل الفرصه ان هو ممكن يكون سبب في خلاص نفس ربنا مات من اجلها. عشان الانسان يربح النفوس نمره 2 احتمال. الاحتمال ان الواحد يصبر ويبقى بيشنت. مين فينا كل حاجه بيعملها صح؟ في حد فيكم كل حاجه بيعملها صح؟ ده انكلودنج نفسي يعني، مفيش حد، كلنا عندنا اخطاء وكلنا عاوزين حد اللي يسند اللي يشجع. حد من الكهنه
انا اعرفه من سنين وكان بعيد عن ربنا خالص، بس يعني انا ما كنتش in communication for a long time. وبعدين عرفت ان هم بدأوا رجع للكنيسة وقرب قوي ربنا ونام في النعمة لغاية لما ربنا اختاروا للكهنوت. فمرة شفته بالصدفة قلت له بقى انا ايه، انا عندي سؤال ملح مش قادر. ايه النقلة دي؟ ايه اللي حصل؟ هو على طول فهم انا بتكلم عن ايه. فقال لي النقلة دي حصلت في رحلة لمرسى مطروح. بقول له ايه؟ قال لي كان معانا ابونا كيف شيخ وقور وعملنا في عمايل. قلبنا الرحلة وبهدمنا الدنيا وكسرنا وعملنا وانا شخصيا عملت يعني تجسر يعني على ابونا كذا مرة. وقعدوا اسبوع في مرسى مطروح عليك بالاوتوبيس وهم واصلين وسط الكنيسة، فكله بقى بيجري ومش عارفين يشوفوا ابونا ان خلاص مش عارفين يعني الاغنية ضربت. فلقى ابونا مستنيه على باب الاوتوبيس وايه حضنه. ما قدرش يحط هو عمل ايه وابونا بيعمل ايه، ما قدرش قفل معاه. قال تعب من زعل من نفسه جدا واعتذر من ابونا، وكانت دي العلامه الفارقه ان ابونا ايه احتمله، بس احتمله وحضنه وقدم له محبه واحتمال. وكل فينا ما الواحد يضعف، انا التونجر بتاعي كل ما يعني ايه الامور تزنق اقول انا عارف الحل. كل ما تلاقي ناس دخلوا من الوايت للجري للبلاك، وعلى فكره دي بتبقى خطير قوي هتحصل كمان في الخدمه اللي فيكم اللي بيخدموا، وانا ككاهن ان الواحد يبدا ايه ده انا عندي دول وايت ليست ودول جري ليست ودول بلاك ليست دول مش طايق اشوفهم، طب انا هخدم ازاي؟ ارجع على طول لايه؟ كورنثوس الاولى 13. واول ما اقرب من كورنثوس الاولى 13، عارفين لما يبقى التليفون مهنج وتفضل يمين ومفيش الابلكيشنز مش شغاله وكل حاجه بايظه وعمال وتقول ايه انا عاوز اريستارت التليفون عشان ايه، ممكن كمان ما يتعملوش ريستارت، تعمله ريستارت ويفضل مهنج فتقول ده انا هعمله ايه ديفولت سيتنج، بقى هنرجع فاكتوري سيتنج. عاوزين فاكتوري سيتنج؟ كورنثوس الاولى 13. ان كنت اتكلم بألسنة الناس والملائكة ولكن ليس لي محبة فقد صرت سعد نحاسا يطن وصنجا يرن. ان كانت لي نبوة واعلم جميع الاسرار وكل علم، وان كان لي ايمان حتى انقل الجبال، مين فينا عنده الايمان ونقل جبل؟ لكن ليس لي محبة فلست شيئا. إن أطعمت أموالي وإن سلمت جسدي حتى احترق، ولكن ليس لي محبة فلا أنتفع شيئا. المحبة تتأنى وترفق، المحبة لا تحسد، المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ ولا تقبح ولا تطلب مال نفسها ولا تحتد ولا تظن السوء. أقولك على لا تحتد دي، كنت مرة مسافر من أمريكا رايح مصر وقلت إيه هقف في بلد في أوروبا، ما كانش معايا الباسبور الأمريكاني ساعتها، لازم أخد فيزا. فروحت للسفارة بتاعت البلد، روح للراجل الأولاني يقول لي روح الأوضة التانية، أروح الأوضة التانية يقول لي روح الأوضة نمرة تلاتة، روح الأوضة نمرة تلاتة يقول لك ارجع لنمرة واحد. فضلوا إيه؟ لا ده سفارة بلد في أوروبا. رحت للنمره واحد قلت له يا حضرتك انا عمال بلف في الثلاث لفات، هو في ايه؟ انتوا لو انتوا مش عاوزين تودوني البلد قولوا لي، انا خلاص اخد طيران اير لاين تاني ما اعرفش يعني العمليه سهله. قال لي يو ار ا بريست اند يو ار بينج انجري. رش عليا مسعى جاي لك الموت تاني. لا تحتد
لا تحتقد، لا تظن السوء. اصل هي كلمتني، هي انا ما ردتش عليا عشان مش عاوزين اعرف. هي كان لكن بالتاكيد، ما هو انا عارفه. تعالى انا اقول لك اللي حصل، مش فاهم حاجه سبب. وكلها حكم على نوايا بتاع بشر. ما فيش حد فينا يعرف ان هي بتاعت الانسان، ممكن مش ممكن، لكن تظن السوء. لا تحسد، لا تتفاخر ولا تنتفخ، لكن من اصعب الحاجات ان المحبه تتأنى وترفق. والبابا شنودة في العزة يقول ايه؟ احتمل ان في ناس صعبه تتعامل معاها، واحد رغاي او رغاي او رغاي او رغاي او، ممكن تفضل ايه تقعد نص ساعه بتسمعه، وبعدين في اخر نص ساعه تفقد سلامه وتقول له معلش يا استاذ انا مش قادر، بقول لك ايه يعني نتكلم بقى بعدين، خلاص حل عن سماعي، تجرحه وما يجيش تاني، او ما يجيش الكنيسه، او ما يكلمكش تاني، انه هو كان عشمان ومبسوط وحاسس انت بتسمعه، او حد لحوح عمال بيلح بيقول له اخي انت خلاص بقى زهقتنا، عرفنا انت عاوز ايه. فكل ما الانسان يحتمل، كل ما الانسان يكون ناجح في علاقاته ويقدر يجيب ناس لربنا، يبقى عنده صدر واسع. وبابا شنودة قال حتى اللبس بتاع الكهنوت، انا ما بلبسش فرجيه يعني، بس حتى لو الاباء كان اللي بيلبس فرجيه تلاقي الفرجيه واسعه قوي، ممكن يفكوا الفرجيه دي او يفسروا بيها بالجلابيتين ثلاثه. ليه؟ لانه علامه من الصدر رحب واسع يقبل الكل. يبقى اول حاجه المحبه بلا حدود. لو حد انا مش طايق احبه احطه في البراير ليست، ات وركس every single time it works، بس محتاجه صبر. يعني مش هصلي لواحد او واحده انا في امور بينا مش ماشيه كويس وبكره الصبح هيحصل معجزه، محتاجه consistency، والواحد يفضل يحط الموضوع ويصلي. عشان الانسان يربح الناس لازم يبقى ايه؟ لازم يبقى حكيم. وهنا دي انا هقول لكم عليها الحكمه. ان كان احد تعوزه حكمه يعمل ايه؟ يطلب من ايه؟ من فوق. فالله الذي ايه؟ يعطي بسخاء، يعطيه بسخاء ولا يعير. ان كان احد تعوزه حكمه فليطلب من الله غير مرتاب. مين يعني اذا كان سليمان في كل مجده وربنا يظهر له ويقول له ايه؟ قول نفسك فيه. المثال لو واحد، كل واحد فينا ربنا ظهر له قال له نفسك في ايه؟ اللي هيقول له اقريض البيت، واللي هيقول له اكسب اللوتري، واللي هيقول له اعمل معرفش ايه، واللي هيقول له ايه. لكن سليمان الاجابه بتاعته ملهاش حل. اعطيني قلبا حكيما او فهيما عشان اعرف ايه اقول الشعب. طلب الحكمه. ومين هو اقنوم الحكمه؟ اقنوم الحكمه المسيح هو اقنوم الحكمه. المزخر فيه كل الحكمه زي ما بولس الرسول بيقول. ان احنا نطلب الحكمه يعني نطلب مين؟ نطلب المسيح نفسه. فانا اعرف ناس دي طلبتها، اديني يا رب ايه؟ كل يوم اديني يا رب حكمه كل يوم. مين فينا يعرف واحد قدامك ومتضايق لو قلت له كلمه ينفجر، لو ما قلتلوش اهملته، لو اديته حضن ابعد عني مش طايقك، لو ما you never know literally you never know. فالواحد يصلي للحكمه on a daily basis، يقول له رب اديني حكمه في التصرف، اديني حكمه في التعاملات بيني وبين الناس، التعاملات بيني وبين الناس اللي معايا في الشغل. فربنا يدي الانسان حكمه. حكمه إيه؟ تتكلم ولا ما تتكلمش، تقول ولا ما تقولش. في واحد لو رديت عليه يبهدلك، يرد عليه مره يرد عليك ايه 20 مره. وفي واحد ما تردش عليه
يركب عليك ويدلل رجليه. يعني سفر الأمثال في آيتين غير عاديين في سفر أمثال 26، يقول إيه؟ الآيتين دول ورا بعض: لا تجاوب الجاهل بحسب حماقته، لا تجاوب الجاهل بحسب حماقته لألا إيه؟ يزداد جهلك. فأدي اللي جاية، لألا تعادله. لا تجاوب، أو أول آية: لا تجاوب الجاهل بحسب حماقته لألا إيه؟ تعادله، تكون أنت جاهل زيه. الآية اللي وراها الأولانية: لا تجاوب الجاهل بحسب حماقته لألا إيه؟ تعادله. الآية اللي وراها: جاوب الجاهل حسب حماقته لألا يصير حكيما في عيني نفسه. يبقى محتاج إيه؟ محتاج حكمة. امتى اعمل، امتى اجاوب، امتى ما اجاوبش. بس على فكره البدايه لا تجاوب، البدايه لا تجاوب. وبعد كده امثال 26 محتاجين حكمه، انه عشان اربح الناس لربنا محتاجين حكمه. والحكمه كل واحد يعني مثلا ازاي ان احنا تخش لواحد داخله تفرق معاه. واحد راح ربنا بشوي كامل متنيح، قال له بقول لك ايه، انا ماليش دعوه بالموضوع العشور ده، مفيش عشور، انا غني قوي ومفيش انا بعملها عشان اطلع عشور، ارقام كبيره جدا. قال له ما doesn't apply. فابونا قال له مفيش مشكله، ده في حد، في راجل غلبان عنده كم من العيال وظروفهم صعب قوي وعايشين في حته فقيره، ممكن تروح بس تزوره. ولا قال له اصرف عليه، ولا قال له اهتم بيه، ولا قال له طلع من عشوره، ما قالوش حاجه خالص. قال له حاضر. فراح الراجل صعب عليه قوي، ومراته تعبانه، فراح مرات الراجل الغلبان تعبانه، فراح قال لمراته ده انا زرت فلان وده حالتهم صعبه خالص، ومراته طبعا مش هقدر اكلمها، محتاجه واحدة ست تتكلمها، تعالي ايه مرة جاية نشوفهم، بس هنروح الدنيا فاضية نروح نجيب لهم حاجة. وبدأت بينهم وبين بعض ايه؟ علاقة، ريليشن شيب قوية. الراجل ده صرف على العيلة الفقيرة دي أضعاف 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 عشوره، إن اللي جوز العيال ودخلهم مدارس وصرف عليهم. بس هي كانت ايه؟ كانت حكمة أبونا. قالوش أنت يعني ايه ما تقولش ما تطلعش العشور؟ مفيش حد ما طلعش، احنا مش عاوزين العشور منك، لكن لازم تطلع عشور. لا، هو حطه في حته تانية، وكان بحكمه. كان البابا شنودة كان فيري تالنت، يعني كل الكرازه اللي في افريقيا والكرازه اللي في ثلاث ارباع بلاد العالم دلوقتي كلها كانت باديه من البابا شنودة شايف حاجه مفيش حد شايفها. بيبعت ناس و بيبعت رهبان وعمال، عنده فيجن، لانه عنده حكمه وعاوز يتمم اراده الله في حياته. هل ربنا مستني مننا ان احنا نبقى حكماء؟ ده امر، نكون حكماء. دي حاجه. نمره اتنين: امتدح وكيل ايه؟ وكيل الزوم. افتكروا وكيل الزوم لانه ايه؟ بحكمة صنع. ربنا نفسه يقول، إن لو تفتكروا قصة وكيل الظلم، هو بص لآخرته، بص لنهايته، بص على الأبدية. طب أنا أعرف ساعات كده تحسوا أو تروح تكلم حد تلاقيه يعني كلامه موزون وحكيم قوي ودارس أمور، أو تروح لحد تتعامل معاه يبقى برضو حكيم، او تسال حد ما تبقاش عارف. طب هي دي حكمه، دي من يعني هل دي حكمه بشريه ولا دي حكمه بتاعت ربنا، الحكمه النازله من فوق ولا حكمه بتاعت العالم؟ من هو حكيم وعالم بينكم فليرى اعماله بالتصرف الحسن في وداعه الحكمه. ولكن ان كان لكم غيره مره وتحزب فلا تفتخروا وتكذبوا على الحق، ليست هذه حكمه نازله من فوق. هنا بقى بولس الرسول يقول لنا ايه على موضوع الحكمه.
في نوعين من الحكمة. أول حاجة الحكمة النازلة من فوق. يعقوب صح التالت، الصح ده مهم قوي قوي قوي. ليست هذه الحكمة النازلة من فوق بل هي دي، مش في واحدة نازلة من فوق وفي واحدة أرضية نفسية شيطانية، نفسانية شيطانية جاية بالإنجليش، مش واحد نفس، لا جاية بالإنجليش سنسوال. سنسوال يعني بيزد على إيه؟ السنس بيزد على الحس أو الـ، لا مش كومن سنس، سنسوال يعني حساس شهوانية، كل السنسز اللي هي الايه؟ الحواس مبنية على اللي شايفه واللي سمعه واللي لمسه والمادية، كلها مادية. جاية بالانجلش سنسوال. ارضية طبعا ايرثلي، وشيطانية ديمونيك. فلو الحكمة كلها مصدرها او شغلها ارضي او نفساني او شيطاني، تلاقي دي مش حكمة جاية من ربنا. احكي لكم بقى ايه على قصة، ودي هنخدم بيها عشان الوقت. طيب لكن الحكمة الروحانية دي ايه؟ النازلة من فوق دي ايه؟ اول حاجة طاهرة مفيهاش نجاسة، تاني حاجة مسالمة، تالت حاجة مترفقة. يعني ايه مزعنة؟ submissive. برافو. طاهرة مسالمة مترفقة مزعنة مملوءة رحمة وأثمار صالحة عديمة الريب والياء. الرياء أن الحكمة النازلة من فوق طاهرة مسالمة مترفقة مزعنة مملوءة رحمة وأثمارا صالحة عديمة الريب والرياء. الحكمة اللي بتاعت البشر، بتاعت العالم، الحكمة الأرضية أو ليست نازلة من فوق، أرضية نفسانية شيطانية. تكوين 13 من أجمل برضو الإصحاحات في العهد القديم، بتحكي القصة إيه؟ شوفوا إزاي إبراهيم أبو الآباء اتعامل مع المشكلة دي. احنا يعني هنخلص القصه دي ونختم بسلام. ولا فصعد ابرام من مصر وامراته، وكان له ما كان له مع لوط من الى الجنوب، وكان ابرام غنيا جدا في المواشي والفضه والذهب، وصار في رحلته من الجنوب الى بيت ايل. ابراهيم كده مع مين؟ لوط. لوط ولوط ده يبقى مين؟ ابن اخوه. يعني ابراهيم ده ايه؟ هز ايه؟ هز انكل. امين الكبير ابراهيم. ولوط السائر مع ابرام كان له غنم وبقر وخيام. خلوا بالكم بيقول ايه؟ كان ابراهيم غنيا جدا في المواشي والفضه والذهب، لكن ابرام كان له، ولوط السائر مع ابرام كان له غنم وبقر وخيام، ولم تحتملهما ايه؟ الارض. خلاص وصلوا للديد اند، ان يسكن معا. إذ كانت أملاكهما كثيرة فلم يقدران أن يسكنا معا. خلاص. فحدثت مخاصمة بين رعاة مواشي إبرام ورعاة مواشي لوط، ف
فقال ابرام للوط ايه؟ بصوا بقى دلوقتي احنا هم مختلفين على ايه؟ على ارض وفلوس ومواشي كلها ايه؟ في الاخر فلوس ماديات. قال له لا تكن مخصمة بيني وبينك، لان ايه؟ الجيفت كارد صدقوني، لان ايه؟ لا تكن مخصمة بيني وبينك، لان هو ايه؟ هو بالنسبة له ايه مهم؟ العلاقة اللي بينه وبين ابرام، بين ابرام ولوط هي المهمة، الريليشن شيب اللي بينهم هي الأهم. عشان كده قال له لا تكن مخاصمة بيني وبينك، احنا مش هنخسر بعض على ايه؟ على شوية فلوس، لأننا أخوان. وهنا ايه؟ بيكبر ده عمه، وبيقول له احنا اخوات. يعني هو الطبع والإنسان اللي عاوز يربح نفوس للناس، مش ممكن واحد متكبر لازم يبقى مبتدع عشان يقدر يربح النفس، لانه الانسان المتكبر ما فيش حد عاوز يتعامل معاه، ما فيش حد عاوز يحترك بيه. لا تكن مخاصمة بيني وبينك وبين رعاتي، لاننا نحن اخوان. أليست كل الأرض أمامك؟ اعتزل، إن ذهبت شمالا فأنا يمينا. بصوا بقى إيه اللي حصل هنا. فرفع لوط عينيه، وهنا أنا الحتة دي كنت عاوز أقولها لكم، بس إزاي إحنا بناخد القرار؟ How do we make decisions؟ عشان تاخد القرار الديسيجن أو ال behavior بتاعك، الديسيجن ده جاي من تحتي الفاليو، القيم بتاعتك، تحت الفاليوز البليف، المعتقد بتاعك، تحت البليف الريليشنشيبس، الناس اللي انت معاهم، وتحت الريليشنشيبس تعرف في ايه؟ الايدنتيتي. انت مين؟ انت مين بيحدد هي ماشيه كده وماشيه كده؟ انت مين بتحدد مين انت بتتعامل معاه، وايه المعتقد بتاعك، وايه الفاليو سيستم، وايه البيهيفير والديسيجن؟ ايه اللي حصل هنا دلوقتي؟ هم في مفترق طرق. بصوا اللي حصل مع فرفع لوط عينيه. فيها غلط دي؟ ما صلاش ولا قرب ما شاء الله. برافو عنك، لا عنك ده كده. دي جيفت كارد دي. لأنه إبراهيم قال إيه؟ الكتاب المقدس قال عن إبراهيم إيه؟ وقال الرب لإبرام ارفع عينيك. لوط رفع هو عينيه عشان عاوز الايه؟ عاوز يكسب. ولا صلى ولا طلب من ربنا مشورة ولا طلب يعمل حاجة. اول حاجة إبراهيم قال له لا تكن مخاصمة بيني وبينك، احنا مش منفعش نختلف على فلوس ولا حاجة. مش ان إبراهيم ما كانش فرق الفلوس، ما عندوش فلوس، لما كان عنده فلوس كتير، لكن هو هي از فالوينج الريليشن شيب بينه وبين ابن اخوه عن الاختلاف اللي بينهم. بصوا كل البوليتيشنز، كل الناس اللي في السياسه والحكومات بيدفعوا الوف ان ما كانش ملايين عشان يعرفوا الخريطه بتاعت، مثلا لو دي الخريطه بتاعت البلد، عاوزين يعرفوا الخريطه بتاعت الفاليو سيستم. ليه؟ يدفعوا اموال طائله عشان يعرفوا الفاليو سيستم. يعني مثلا اورنج كاونتي عندنا كونزرفاتيف، سان فرانسيسكو فيري ليبرال. ليه بيدوروا على الفاليو؟ عشان الديسيجنز بتاعت الفوتنج جايه منين؟ من الفاليو سيستم. لو انت بتفاليو الفاميلي وتراديشنال،
مش هيجي واحد بي بي بيروج للهوموسيكشواليتي وانه ما فيش فاميلي يكلمك على الفاميلي في حتتك، هيكلمك على التاكسز، يكلمك على اي حاجه تانية. لو انت في سان فرانسيسكو والفاميلي دي مش فارقه معاك، يكلمك بقى يقول لك اه ده الهوموسيكشواليتي والحريات ونمشي. الفاليو بيز ايه المهم بالنسبه لك، بتاخد بيه ايه الديسيجن. في حد فيكم بتعملوا ايه لما حد يكسر عليك في الفري واي؟ بامانه يعني بامانه بتروح دايس كراكس اسبقه واكسر عليه. ولد ابتي وداني برميشن ان انا احكي القصه دي. كان سايق وداخل على الفري واي، انتوا عارفين الفري واي ساعات بيبقى فيه لين بتاع مش عارف 200، في لين كاربول، كاربول لين قبل ما تخش، فتخش على اللين بتاعت الكاربول فمش هتقف في الاشاره او في الوقفه بتاعت ستوب ساين وات ايفر اللي داخل على الفري واي. فهو معاه اخوه الصغير وسايق العربيه، فداخل على اللين بتاعت الفري واي، وكانت في عربيه قدامهم فاطر، عربيه اس يو في غالبا سوبربن بلاك، فعلى واقفه مستنيه اللايت الترافيك لايت، فقلبت اخضر، فالراجل بالعربيه الاس يو في طلع، وفي نفس دخلت ايه الولد عليه. فعشان العربيه كبيره والشارع ضيق، فايه كسر عليه. فهو افتكر الولد القبطي ده افتكر ان العربيه الكبيره دي كسرت عليه، صعب عليه الفن. قال لك انا فاكرني ايه، انا معرفش اسوق. راح داخل يمين دايس بنزين، استناه يعدي على الفري واي، راح داخل قدامه ومهد. الازاز بتاع العربيه الاس يو في اتفتح وطلعت اللمبه بتاعت ايه كان اندر كفر. الولد قال لي انا كنت هعمل على روحي. خلاص هو واخوه بقى ما يعيط خلاص، وقال له قول تمجيدك كنت هو. وبعدين هي فريكت اوت، وفعلا بان بقى طبعا ليه ذعر. والراجل الاندر كفر معرفش بقى هو جفرمنت ايجنسي ايه، عمال ماسك تليفون او لاسلكي عاوز هيلب او سبورت، ان ما اعرفش ده بقى ايه ولا. فالواد يا عيني يعني غالبا قطع كل حاجه. فمن هول الصدمه الراجل غالبا بقى اخوه كمان عمال بيصلي، فالراجل قال له ايه I'm not calling help و don't do it again و move on. اللي حصل ايه، مرة واحد كسر على واحد في الفري واي، فالتاني بقى راجع وعاوز يجيت باك بقى ويتخانق. هو ما كانش قصده انه يكسر عليه، بس المهم كسر عليه باي ميستيك. المهم فالتاني نزل الازاز عشان ايه بقى يسخن العمليه. اون سايت نوت دونت هاف اني اي كونتاكت في السيتنج ده، يعني لما حد سخنان كده الاي كونتاكت اللي بتولع الشرار، ما تعملش اي كونتاكت لو انت ناوي خير يعني. لو ناوي تعمل اي حاجه ثانيه اعمل بقى اي كونتاكت براحتك. فالراجل اللي عاوز بقى يتخانق، عاوز يخش في رود ريج زي ما بيقولوا، فهو كان حاطط صليب على المرايه، فشاور على الصليب. هو الراجل مستنيه يتخانق معايا اولموست، شاور على الصليب وعمل له كده. الولد اخذ القرار بتاع انه يكسر على العربيه الاس يو في كام ثانيه، في لحظة. ده كان الديسيجن. ايه الفاليو سيستم بتاع الولد؟ ايه الحاجة المهمة عنده؟ ياخد حقه.
ذاته ذاته. طب الراجل اللي شاور على الصليب وعمل كده كان ايه الفاليو بتاعه؟ ربنا. هو قال لي انا مش عاوز مشاكل ابو بيس، انا سلام انا. الاعتقاد هو انت بتقول لنفسك ايه؟ يعني من اراد ان يقترض منك فلا ترده، ده بليف سيستم، هي ايه وفي نفس الوقت هو بليف سيستم. ساعد قلبك وساعد ربك، ده بليف سيستم. اقلب القدر على فمها تطلع مش عارف ايه، ده بليف سيستم. الامثال كلها بليف سيستم. ساعات احنا بنحشي تايم از ماني، واللي معاه قرش يساوي قرش، والكبير كبير. الصغير ما نعرفوش. كل ده بليف سيستم، كل ده بليف سيستم. البليف سيستم انت قلت لنفسك ايه؟ فالولد ده قال ايه؟ انا ما حدش يدوس عليا. انتوا معايا؟ تفهمين الفرق بين البليف سيستم والفاليو؟ انا البليف سيستم انا بقول لنفسي ايه؟ الراجل اللي اختار السلام قال لنفسه ايه؟ لا تجاز عن شر، عن شر بشر. ودي دفنت الحكمة. الريليشن شيبس مش دايما بتبان في السيتنج ده، بس مثلا الولد ده كان معها اخوه قاعد يصلي بالدموع، ربنا استجاب وتحلت المشكله، فكان وجود اخوه معاه وان هو بيصلي سند وغير في البروسيس. لما يبقى معانا ناس يسندونا، ناس ايمانهم قوي، ناس ماسكين في ربنا، تلاقي ايه ان الواحد حاسس بسنده ربنا وسنده الناس اللي معاه. طيب الايدنتيتي هو مين؟ انت مين؟ هل انت ابن ربنا في الموقف ده اللي هو عمله ده؟ لا، ده مش ابن ربنا، انا ماشي بدماغي. لكن هنا الراجل ده اللي اختار السلام ده كان ايه؟ ابن ربنا. انت مين بيحدد علاقاتك، بيحدد البليف سيستم، بيحدد الفاليو بتاعتك، بيحدد الديسيجن والبيهيفيرز بتاعتك. بصوا بقى هنا، فرفع لوط عينيه، هو ربنا مش فارق معاه اصلا، هو مين؟ هو لوط، انا لوط الكل في الكل. ابراهيم ما رفعش حتى عينيه ولا طلب حاجه. ها لازم نخلص. فاختار لوط لنفسه دائرة الأردن وارتحل لوط شرقا. اختار لوط لنفسه لأنه ايه؟ الفاليو بتاعته ايه؟ ذاته. والديسيجن اختار لنفسه، والبليف سيستم اللي ايه؟ اللي تقدر ايه؟ تاخده خده، اللي تقدر تاخده خده، اللي يجي منه أحسن منه. ده البليف سيستم بتاع لوط. العلاقة بين لوط وابراهيم كانت فارقة مع لوط؟ ما كانتش فارقة معاه. لوط مين؟ هو لوط. لوط بشخصه، الكتاب المقدس قال على لوط النبار، بس في الاخر الديسيجن اختار ايه؟ اختيار لوط كان ايه في الاخر؟ لا اختار ايه؟ ايه البلد اللي اختارها؟ سدوم وعموره. وايه اللي حصل في سدوم وعموره؟ ده ولعت وخسر كل ممتلكاته، خسر مين؟ وخسر زوجته. ده راح بفلوس وغني ومعوش الارض مش ساعة، رجع مراته بقت عمود ملح، وبنتينه اللي طلع بيهم، والامور بعد كده كمان باظت. فكان اختياره سدوم وعمورة، وهو مش عارف ان هو بيختار سدوم وعمورة، هو مش عارف ان هو بيختار ايه؟ الهلاكه. لكن ابراهيم بصوا بقى، وقال الرب لابراهيم
ارفع عينيك وانظر الى الموضع الذي انت فيه شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، لان جميع الارض التي انت ترى لك اعطيها لنسلك. في الاخر خالص يقول ايه في تكوين 13، يقول وكان اهل سدوم اشرار وخطاة لدى الرب جدا. وخلصت كده الكلام على لوط. في اخر الكلام على ابراهيم يقول ايه؟ وبنى هناك مذبحا للرب. قصه مختلفه، القرار مختلف، التعاملات مختلفه. احنا كتير قوي كتير قوي 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 عمالين بنحاول نغير في القرارات بتاعت العيال هنا. اوعى تلمس، اوعى تهجن. انا قلت لكم على القصه بتاعت الدير والزيتون ولا لا؟ معلش يا ابونا احتمالي هو القصه دي. رحله رايحه الدير، حضروا القداس، اخذوا بركه الدير وقاعدين بياكلوا. ابونا الراهب ده اللي بيحكي لي القصه. ابونا قدم لهم زيتون وفول وما اعرفش ايه. فجي رئيس الرحله كان قاعد على المائده كده في الاول، والناس بقى قاعده، الناس بدات تاكل. ما حدش ياكل زيتون، كله يدف في البذر. ما حدش ياكل زيتون، الزيتون في بذر، الزيتون هيتف وهو لسه متاول. قال ما حدش ياكل زيتون. فالناس ايه كلها اتلبشت، وابونا لسه اللي مقدم ايه الزيتون. ابونا بقى منظر وحش قوي. فراح الراجل ايه ماسك المعلقه بياكل الفول ايه بمعلقه، وحط المعلقه في بقه، فقال له اوعى تطلع المعلقه من بقك، ابلعها. ما هي نفس الموقف، احنا مشغولين قوي قوي هنا. اوعى وخلي بالك، ولو مشيت وانت اتناولت وانت ماشي حافي هيحصل معرفش. وهو ده الهدف من التناول، وهو ده اللي احنا وراه، انه انا عمال بغير في البيهيفيرز من بره، ما بخشش للفاليو سيستم، ولا بخش للبليف سيستم، ولا بخش للعلاقات، ولا بخش للكيان. انت مين؟ فاكرين الكلمه للاب الكاهن قالها لاولاده؟ اللي يحب ربنا ايه؟ لا، قلت لكم ابونا اللي ما كانش بيقول لا لاولاده، نسيته؟ اللي يحب ربنا يختار ايه؟ يختار صح. اللي يحب ربنا يختار صح. هو ايه؟ ابونا ما قالهمش تعملوا ايه؟ اعمل دي ولا دي؟ ما اعرفش. تمشي في السكه دي ولا في السكه دي؟ ما اعرفش. لازم نخش. عشان ليه احنا يقول لك إيه؟ بدا يعمل حاجه وبعد كده رجع تريما ايه العادات القديمه ونرجع ما فيش اي حاجه تتغير، لان الديسيجن اللي بيتعمل او البيهيفير بيتغير هنا بس. احنا عمالين بنشتغل هنا بس. ذاكر يا ولد، انت كمان مش هتذاكر؟ طب هوريك واعمل. هو هل اتكلمنا على الفاليو بتاعت المذاكره واهميه المذاكره؟ هل اتكلمنا على البليل هو معتقد ايه في المذاكره؟ هل اتكلمنا على علاقاته والناس اللي معاه بتاثر فيه ولا لا؟ وهل اتكلمنا على هو مين؟ انتوا فاهمين قصدي؟ عشان يحصل تغيير حقيقي مش هينفع نفضل هنا، مش هينفع نفضل اعمل ده ما تعملش ده، شيل ده ما تشيلش ده، ابلع المعلقه ما تبلعش المعلقه. مش هنا مش ده التغيير. التغيير انت ابن ربنا هتختار علاقات صح. البليف سيستم بتاعك يبقى كتاب مقدس، الفاليو سيستم بتاعتك هتختلف، القرارات بتاعتك هتختلف. لكن اننا للاسف احنا ساعات بنشتغل بسطحيه شديده جدا مع سواء مع نفسنا او شغالين هنا، لكن it is much 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 deeper عن كده. انت مين؟ هنا ابراهيم كان ابو، هو مين؟ بنى هناك مذبحا للرب. هو ده الاساس بتاع القرار بتاع ابراهيم، ان ربنا في باله على طول، هو ابن ربنا فعلاقاته مش عاوز يخسرها. فقال انا مع ربنا هكسب في اي حاجه، دام ربنا معايا انا مش هخسر. الفاليو بتاعه ان هو عاوز سلام مع ابن اخوه، والديسيجن ان هو ساب كل حاجه لربنا، ربنا اللي اختار له.
وبكده وبدأ طبعا انتوا عارفين ان ابراهيم بعد كده انقذ لوط في حرب حصلت بعديها. عشان نربح النفوس لازم نحب، لازم نحتمل، لازم نطلب الحكمه، الحكمه الطاهره مسالمه مترفقه مزعنه. مزعنه يعني submitting او willing to yield. عارفين العلامه لما تبقى داخل على دوار او ميدان يبقى فيه تراينجل يقول لك ايه yield. yield يعني ايه؟ خلي اللي جاي يعدي. انت يield، انت اهدى. الحكمه اللي نازله من فوق بتاعت ربنا هي تزيل دي، مش ان انا اقود وانا هعمل وانا هسوي. لا، حتى لو انا عندي بلان كبيره قوي لكن بصلي وربنا مش عاوز الموضوع ده يمشي، اي ام ييلدينج، لان انا عاوز اراده ربنا مش عاوز اللي انا عاوزه يحصل. مملوء رحمه عديمه الرياء. لما تبصوا على اختيارات اختيارات لوط، ارضيه نفسانيه شيطانيه، وهو كان عارف، اقول لك هو عارف، وكان اهل سدوم اشرار وخطاه لدى الرب جدا، ما فرقش معاه، مش يفرق معاه في القرار ولا يفرق معاه في حاجه. ربنا يدينا ان احنا ننجح في علاقتنا معاه، نجمع زيت، وننجح في علاقتنا مع ازواجنا وزوجاتنا، ننجح في علاقتنا مع اولادنا، وننجح في علاقتنا مع الاخرين، ونربح نفوس لي ولربنا المجد دائما ابدا امين.